السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين جوجل مابس بنستعملها كتير. في برضه خاصية جميلة، تمام، اللي هي ان انت تقدر تشوف الشارع. يعني انت عايز تيجي هنا تقدر تعمل زوم وتبدأ تشوف اي نقطة انت هتحددها. في عربية مشيت تبع جوجل صورت من جميع النواحي، فتقدر ان انت تشوف كأنك انت موجود في المكان دوت. الجميل في الموضوع جوجل بدأت تستخدم الذكاء الصناعي بحيث انها تدمج الصور من اكتر من مصدر بدل ما هو كان مصدر واحد، بحيث ان هو يديك صورة افضل. فدي من الحاجات الجميلة جدا اللي هتعجبك جدا في موضوع جوجل مابس، وبالذات طبعا لو اماكن اثرية، اماكن ناس كتير عايزة تشوفها، يبدأ ان هو يدمج اكتر من صورة ويبدأ يحط لك الفيديوهات بحيث انها تطلع الصورة زي ما انت عايز. تقدر تتخيل كأنك انت جوه المكان وتقدر تشوف كل حاجة، تمام. تقدر تختار مثلا هنا، تمام، دي الحديقة. طبعا لما تكون كاميرا واحدة ممكن ساعات بعض الصور بتبقى منغبشة، لكن باستخدام الذكاء الصناعي بيدمج صور كتيرة بحيث انها تطلع بشكل قوي، بحيث ان ميبقاش فيه حاجة مثلا مش واضحة او كده.